اول حاجه هنعملها هنعمل المسقعه بتاعتنا. هنحتاج فيها طماطم مفرومه ناعم جدا، بصل مفروم ناعم جدا، لحمه مفرومه، نحاول نقلل نسبه الدهن فيها على قد ما نقدر. عايزين نلغي من المسقعه اللحمه المفرومه خالص، نلغيها. بس اهم حاجه عندي انا بطعمها، بس يعني بطعم المسقعه. عايز اعملها قرديحي، هتشيلوا لي اللحمه خالص. انا واخده بوله صغيره خالص ما تكملش 150 جرام من اللحمه المفرومه، ثوم مفروم ناعم جدا، فلفل حار اللي بيديني تيست جبار وحلو قوي، كمان عندي كزبره ناشفه، صلصه طماطم، ملح وفلفل، وده للتزيين. المكونات الاساسيه بتاعت اي مسقعه البتنجان المتحمر. كلنا بنعرف نحمر بتنجان، فقلت انا هختصر الوقت وهنحمر البتنجان، اجيبه لكم جاهز متحمر. يبقى بتنجان متحمر، فلفل كمان مشوي او مقلي براحتكم خالص، وبطاطس. هندخل معاها البطاطس الاكله الشهيره، انا اقطعها مربعات، انتم ممكن تعملوها سلايزز يعني شرايح، ممكن نعمل بتنجان شرايح، نعمل الفلفل شرايح، نعمل البطاطس شرايح، براحتنا خالص. اول حاجه هنعملها ناخد شويه من الزيت، زيت عادي جدا، يعني مش محتاجه زيت زيتون خالص، لانه الطبخ المغربي بنطبخ بزيت زيتون كتير جدا، بس الاغلبيه الطبخ المصري بنطبخ بالسمنه، الزبده، وكمان الزيت بيبقى معايا حلو قوي. يلا يا زوزو، هننزل البصل بتاعنا يتشوح شويه حلوين. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هعمل حاجات كتيره جدا وحلوه. طيب عقبال ما البصل بتاعي يتشوح، النهارده هعمل لكم كذا وصفه في بعضها، يعني عايزه طواجني، انا طواجني، هاتوا لي الطواجن، خبيتوها مني ماشي. طيب هاخد ايه؟ هاخد اللحمه المفرومه بتاعتي اهي بالشكل ده. اوكي، هاخد اللحمه المفرومه كاننا يعني بعصجها تعصيجه بسيطه خالص، شوية فلفل اسود وشوية من الملح اهي، وهقلبها تقليبة خفيفة تماما لحد ما تتشوح معايا وتبقى معايا جاهزة. معايا لإيه؟ جاهزة معايا انها احشيها او اعملها. هنا هعملها بالشكل ده، هاخد شوية بتنجان، هاخد معاها، اعذروني بشتغل بايدي، دايما بقول لكم الطعم الحلو بيبقى في الايد اهي. هاخد شويه شويه شويه، حاجه بسيطه من كل حاجه اهي. هعمل ايه بقى؟ غلوه بسيطه لباقي المكونات اللي هي الطماطم والتتبيله التانيه بتاعتي، حاجه بسيطه خالص تغلي معايا وهقوم شايلاها. يبقى هعمل ايه؟ هاخد الطماطم بتاعتي اخليها تغلي. انا هنا حاطه زيت، فمش حابه احط زيت زياده عندي هنا، لا هكتفي بشويه اللي انا حطيتهم مع البصل. حابين تزودوا ممكن تزودوا عادي جدا براحتكم خالص. هحط معاها شويه اهو، شويه كزبره ناشفه، هنا في ملح، في فلفل، فاخد اعمل حسابي اني احط الفلفل والملح، حاجه بسيطه جدا برضو، واخد الملح بتاعي هنا. اوكي، ناخد بقى الثوم، انا هنا بحب احط الثوم، اعملوها بالطريقه دي هتبقى معاكم رائعه وحلوه. كمان الفلفل هحطه في الصوص بتاعي، لو مش حابين الفلفل حار ممكن ما تحطوهوش خالص، لو حابينه سبايسي، حابينها سبايسي ممكن تحطوها، ممكن نجيب القرون بالشكل ده نقليها ونقطعها، انا بصراحه عايزاها بالشكل ده. هتشوفوها وهتجربوها وهتعرفوا انا بتكلم في ايه، لانها بتبقى طعمها حلو جدا. هاخد شويه من صوص او صلصه الطماطم عشان تديني تقل شويه، مش لون احمر، ان انا كده كده واخده العصير الجاهز اللي جايباه من السوبر ماركت، بس هاخدها وهنزل بيها في الطاجن عندي اهي. ممكن تخلطوها، ممكن تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، بس بعملها لكم بطريقه حلوه جدا جدا جدا، علمتها لي واحده ست مصريه الله يذكرها بخير، او ربنا يا رب يفتكرها بخير، الله يرحمها ويرحم كل الناس. بتعمل كان اكل محدش يقدر يقول عليه تلت التلاته كام، بس عايزه اقول لكم الطعم بيبقى حلو قوي وجميل ويجنن وكل حاجه. طيب بصوا بقى، حطينا طبقه من الخضار، حطينا طبقه من اللحمه المفرومه مع البصل، نيجي بقى ونحط هنا باقي المكونات بتاعتي.
والطماطم بتاعتي كده كده بتغلي معايا. عايزين تلغوا منها البطاطس الغوها، عايزين تقطعوا البطاطس صوابع قطعوها، عايزين تقطعوا البتنجان شرايح قطعوها براحتكم خالص. نعمل خليط عشان يبقى الموضوع متناسق شوية. تعالوا معانا بقى ننزل ايه، اهو عصير الطماطم اللي جهزناه بالكزبرة الناشفة والشطة والملح والفلفل والثوم. يا الله على الوصفة دي، حلوة جداً.